ابداع السوريين وفوزهم بجوائز عالميه صار موضوع يمكن شفناه كثير ومر معنا حتى اليوم فيلم هوليودي لطبيب سوري. قدرتهم على اثبات الذات حتى في اصعب الظروف، هذا الكلام بيقول علي حمرة رسام الكاريكاتور السوري قالوا إثر فوزه بالمركز الثاني بمهرجان الكاريكاتور الدولي سان جوست لومارتيل، والذي يعتبر إبداع السوريين أو هو يعتبر إبداع السوريين نوع من المقاومة لما أحاط بهم وما أجبروا على مواجهته. نعم، ويسجل لحمرة عمله الدؤوب على إيصال معاناة السوريين وأسباب انتفاضتهم الشعبية إلى الأوساط الفرنسية ضمن هذه الأجواء. نتابع قصة نجاح سورية جديدة مع علي حمرة. نحن على الطريق باتجاه لبنان بالتاكسي، حضنت ابني وطلعت وراي شغل دمشق وحسيت بحجم كآبتها وحجم حزنها. تركت وراي كل شيء، وقتها أدركت أنه ممكن طول سفرتنا وطول ونروح للمجهول. فطلعنا أنا وعائلتي من لبنان على مصر. بمصر حسيت كمان الوضع كان ضبابي، قدرت اجي لهون على اوروبا على فرنسا. وصلت على فرنسا بمنتصف 2014. طلعت من سوريا لانه بسوريا ما كان فيني اقدر اعبر عن شيء اللي بدي احكيه. وقت شفت الناس عم تنظلم، الناس عم تموت، الناس عم هيك بلا ذنب عم تنضرب، عم تنقصف، عم تنضرب برصاص، سواء كان جاري ولا ابن عمي ولا حدا بعرفه من بلدي ولا من ضيعتي ولا من حارتي. هدول الناس كلهم أبرياء، كلياتهم راحوا شي مليون سوري حتى الآن. الفرنسيين في عندهم نقاش انه يا ترى نحن بدنا نقاتل داعش ولا لازم بشار ينشال ولا داعش، ولا نحن مو عارفين الحقيقه وين. من هون فكرت انه اعمل كتاب الكاريكاتير اللي يخاطب الفرنسيين باللغه الفرنسيه من شان يفهموا ويزيل هذا الغموض عنهم ويقيم ويوضح الصورة بطريقة صحيحة. باعتباري صحفي ورسام كاريكاتير وكنت بسوريا مستلم منصب مدير تحرير الاقتصادية وكمان رئيس قسم الاقتصاد جريدة الوطن ورسام كاريكاتير بالتلفزيون السوري. هاي القصص كلها تركتها ورأيي منشان اجي اطلع عبر بشكل صحيح. جيت لهون عم بشرح للفرنسيين بالكتاب انه نحن طلعنا من شان حرية التعبير، طلعنا من شان ناخذ حقوقنا الديمقراطية ونكون بلد ديمقراطي حقيقي، ما طلعنا من شان تطلع داعش، وما طلعنا من شان يطلع المجموعات الإرهابية ويطلع الناس على كتاف الثورة ومن شان يتصدروا المشهد ومن شان يصير في مقارنة بين الإسلاميين وبين بشار. هذا الشيء اللي حبيت أحكيه بالكتاب الفرنسيين، وبالحقيقة الكتاب هوني قدر يحقق هذا النجاح. الفكرة تبعه هو إزالة هذا الغموض وإزالة هذا اللغز. عندي أمل إنه سوريا ترجع سوريا اللي نحن بدنا إياها ونحن اللي متخيلينها، واللي هي سوريا حرة وديمقراطية وتعددية وقادرة على إنه تقوم بعد هاي الحرب المدمرة، قادرة إنها تقوم من تاني. سوريا في الإعلام هو عنوان ندوة ستقام في برلين. خلينا نتعرف على أبرز الفعاليات والأنشطة اللي بتهم السوريين خلال أيام القادمة.
أكيد أخبار ومواضيع منوعة بعد الفاصل.